الحمد لله. وبعد، أخوكم يسأل عن طالب العلم إذا عرض له أمر يشغله يقطعه عن مواصلة الطلب بعد ما طلب مدة من الزمن، عرض له ما يشغله عن الطلب من غير اختياره، كيف يواصل طلب العلم؟ أولا، هذه الحالة ليست جديدة، عرضت لعدد من أهل العلم ومن المشايخ الذين عرضت لهم في الزمن المعاصر اثنان: الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ألزمه أهله بالانقطاع لظرف لديه، والشيخ صاحب ليهي رحمه الله الذي له السبيل في معرفة الدليل على زاد المستقنع، كلاهما انقطع مدة ثم رجع للطلب، حتى بعضهم يقول انقطع 10 سنين ثم رجع للطلب، وجد أن الشيخ قد توفي، الشيخ صاحب له يكون شيخ عمر بن سليم توفي المدة هذا، فطلب العلم على أشهر تلاميذ الشيخ زميله يعني الشيخ صالح بن أحمد الخلصي، وقرأت عليه 10 سنين في الإنصاف في فكرة الخلاف، وصلنا إلى الجزء الثامن. هذا أمر عارض يصير للناس، لكن الميزة اللي الآن لطلاب العلم ولم تكن موجودة من قبل، توفر وسائل الاتصال والتواصل بحيث أن طالب العلم يستطيع يواصل، لأنه عرف أعيان المشايخ اللي هم أهل يعني للعلم وزكون من مشايخهم وغيرهم اشتهروا بالعلم وتحري منهاج السلف الصالح، فهو يعرفهم بأعيانهم، فيمكن هذا أنه يتابع شروحهم للمتون مفرغة مكتوبة أو صوتية من أي مكان من المعمول، متيسر هذا. هذه من حجج الله على خلقه، لأنك يعني أصلا تعرف الشيخ، وثانيا تعرف الكتاب اللي هو المتن مشهور عند أهل العلم، وثالثا أنك تتابع شرح الشيخ الكتاب من أول إلى آخر، ما فهمته فأحمد الله عليه وأثبت عليه وما أشكل عليك أمره، قيد هو اسأل أهل العلم بحيث أنك تحيط بالمتن من أوله إلى آخره، أي متن من المتن، وبعدين بالصوت تعرف أن صوت الشيخ، بالكتابة الموثقة إذا كان مفرغ عليه تقديم للشيخ أو إجازة من لجنة علمية مثلا إذا كانت توفي معنية بعلم الشيخ، متوفر ولله الحمد. تجمع بين الاستفادة من الأحياء والاستفادة من الأموات، ما على الإنسان إلا أنه يجد ولا يجزم بالمسائل التي تشكل عليه حتى يراجع عن العلم، حتى لا يكون من تشييخ الصحيفة. يعني السلف كانوا يخافون تشييخ الصحيفة، يعني تفهم خطأ، لكن هذا بالإمكان أنك تسأل عن الجملة أو المسألة أو وجه ترجيح أحد القولين أشكل عليك، أو دليل الترجيح أو ما أشبه ذلك، أو قاعدة فقهية ما فهمتها، تفهمها من طريق السؤال. حتى لو راجعت نفس كلام الشيخ في شرح المتون أخرى قد تجد الجواب، ما أجمل من كلام الشيخ يرجع فيه للمبين. هذه قاعدة أهل العلم مع الأئمة على القرون المفضلة.